هنسمع تسجيل صوتي للقيادي الإخواني الإرهابي علي بطيخ وهو فيه بيعطي مجموعة من التوجيهات والتعليمات لعناصر الجماعة الإرهابية في اتصال تليفوني. خلينا نشوف قال إيه في هذا التسجيل الصوتي ونعود نعلق عليه مرة تانية. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى لنا فترة ما تكلمناش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور علي؟ والله كلنا مفتقدين حضرتك جدا هنا. انا بس في البداية حابب ابلغك كل الاخوة في مصر ان احنا كلنا فخورين باللي حصل اليومين اللي فاتوا في المظاهرات، وخاصة ان هي احرجت النظام بشكل كبير جدا ووضعته في حجم الطبيعي قدام العالم. الحمد لله الحمد لله. وبس خليني اقول لك ان انا مستبشر ان في نصر كبير خلال يومين الجايين هيتحقق باذن الله. باذن الله يا دكتور، والله حقيقي احنا تعبانين جدا. حضرتك مش متخيل حجم الظلم والتدقيق الامني اللي بنتعرض له. يعني حقيقي حسبنا الله ونعم الوكيل. الله المستعان. ان شاء الله في الفتره اللي جايه يبقى عندكم مهام كبيره وكتيره عشان نحقق مكتسبات جديدة من خلال المظاهرات ونستعيد القدرة التنظيمية للحشد والتظاهر في الفترة اللي جاية. أنا في الحقيقة يا دكتور بحاول أكون متفائل لكن مش قادر أخبي على حضرتك سر، إحنا حقيقي بنعيش ظروف صعبة جدا جدا. تضييق الداخلية وأمن الدولة اليومين دول شادين حيلهم معانا جدا، بقوا حقيقي عاملين زي الكلاب المسعورة. الصبر الصبر. اوصيكم بالصبر ان شاء الله. هانت خلاص. وعاوز اطمنك ان احنا بنستعيد تعاطف العالم معانا بشكل كبير، والاخوة هنا في تركيا مصرين على المساعدة والمساندة. وعاوز ابلغك ان احنا لازم نتبع نفس السياسة في الظهور في المظاهرات والاختفاء وقت الضرورة اذا لازم الامر. فهمني طبعا. انا فاهم حضرتك يا دكتور، وان شاء الله انا بطمن حضرتك من ناحيتنا احنا جاهزين وبنرشد الاخوه في كل المحافظات عشان نحتشد ان شاء الله الجمعه الجايه للمظاهرات. مش محتاج ان انا اكد عليك تاني في التعليمات الاخيره بخصوص جيم 27/9، وخاصه ممنوع الاقتراب من الاديره والكنائس تماما تماما. احنا بنزلهم حاجه ستزيد الامر اشتعالا. معلش يا دكتور انا اخر حته بس ما سمعتهاش، الصوت كان بيقطع، لكن انا باكد على حضرتك تاني موضوع الحشد. كل الاخوه جاهزين في كل المحافظات للنزول الجمعه الجايه عشان اسمعني الحرار. اسمعني بس، انا عايز اقول لك انه خلال الفتره اللي جايه اليومين اللي جايين يعني الابتعاد قدر الامكان عن الكنائس والاديره، وببشركم بعمل كبير هيهز البلد بجد. طيب طبعا اعتقد سمعنا اخر جمله، الابتعاد عن الكنائس والاديره، ويعني ودي يعني هل هم ايديهم طاهره من الاساءه للكنائس والاديره والمسيحيين في مصر؟ ما اعتقدش ان دي حاجه ممكن نتكلم عليها. استاذ يوسف، ايه ابرز بقى الرسائل اللي لفتت نظرك في كلام الاخ علي بطيخ للشخص في مصر؟ اخر جملتين انا مش الحقيقه انه انا اتوقع جدا ان هم مش هيقربوا لا من كنائس ولا من اديره، لان هم مش بهذا العبط على الاطلاق، خصوصا لما تيجي تتابع القنوات بتاعتهم كويس جدا. وانت تشوف على سبيل المثال على ذكر حمزه زوبع بما انه ذكر في الريبورت او التقرير اللي اتعمل من يوم 7 او اليوم السابع او الفيديو بتاع اليوم السابع، يعني انه حمزه زوبع تحديدا بيقول يا مسلمين يا مسيحيين احنا كلنا ايد واحده ولازم ننزل كل واحد فينا مسلم ومسيحي وكل الكلام ده، في حين ان هم فعلا مجموعه من الطائفيين واعلنوا طائفيتهم بدل المره ألف مره، سواء اذا كان الدكتور حمزه زوبع نفسه كان واضحا جدا في خطابه الطائفي، كان مساله معتز مطر نفس الحكايه، محمد ناصر بيحاول قدر الامكان يبتعد عن اي خطاب طائفي علشان يبان بس ان هو شخص مختلف ومتحرر، او يبان انه شخص ما هوش عنده اي تشكل بشكل التزمت الديني، وان كان دائم السب واللعن في قداسه البابا توادروس. لكن بعيدا عن ده انا عارف ان مش هتحصل حاجه ناحيه الكنائس والاديره. الكلام اللي قاله علي بطيخ كلام شديد الاهميه. قال احنا بس بنعدكم بعمل شديد الضخامه هيهز مصر بجد. هو ده بس الاهم. كل اللي مطلوب في الدنيا الامن هيعمل اللي هو شايفه وهيحول دون ذلك باذن الله ربنا سبحانه وتعالى ويحفظ الجميع. لكن هي المساله انه الناس يا مروج تسمع، ادي كل القصه، والناس تفهم وتستوعب. ده بمنتهى البساطه. الجمله الثانيه اللي ما لا تقل اي اهميه، نحن نظهر يا ريت نحن نظهر في المظاهرات بالقطع،
ونختفي عندما تحين الضرورة نصا. أنا واحد بسمع الحاجة مرة ما بنساهاش، ونختفي حين تكون الضرورة، وانت فاهمني طبعا. إذن هو في عمل ضخم ربنا ما يقدرش انه يحصل، لكن هم بيخططوا، وهو قال كده واعلن ذلك. واتمنى بس الناس اللي، وانا فاهم ومتفق جدا مع استاذ عبد الحليم، اكيد في طبقات مطحونه وزاد هذا الطحين شيئا فشيئا خلال الاجراءات الماضيه بشان مساله التحرير الاقتصادي لو صح التعبير، او الاصلاحات الاقتصاديه، ولازم تتسد الفجوه، ولازم مش بقى هنطبطب على الناس. انا حتى في احد كان المتحدثين من اهالي هؤلاء الارهابيين وبيقول طب ما احنا عندنا العيش وعندنا الشاي والسكر، الدوله هتعمل ايه؟ لا انا عايز الدوله تديلي لحمه وفراخ ولبن وخضار وفاكهه، اكيد مش ببلاش بس بسعر معقول، ما بقولش احنا نحط دعم وتسعيره جبريه، بس بسعر تتحمله مرتب او تتحمله مرتباتي ومهيتي و الدخل اللي اقدر ادخله. لكن انا هنا برجع لايه بقى؟ قالك احنا هنختفي حين تحين الضروره. كويس خالص، ايه هي بقى الضروره؟ طيب انت عايز تنزل علشان خاطر بتقول احنا تعبنا، احنا مش قادرين، احنا بنكح تراب يا جماعه. كويس، بس اللي بيتكلم ده بيقول نص التاريخ وبيوضحه، يوم الجمعه 27 سبتمبر 2019 احنا هنعمل عمل هيهز مصر كلها. انت عايز تنزل مع واحد زي ده ونضرب ونجري؟ يعني هو بيقول كده. انت عايز تنزل مع واحد بيهدد بالإرهاب وهز مصر بأكملها؟ ده واحد. اتنين، انت عايز تنزل مع واحد بيقول لك والإخوة في تركيا بيقدموا لنا كل الدعم وواقفين معانا لحد الآخر. طيب فانت بتتكلم مع واحد هو بيعترف على نفسه، يا جماعة انا عميل بتاع مخابرات، بتاع جهاز مخابرات لدولة ما، واحد بيعترف على نفسه، طب انا اعمل ايه؟ حلو. طيب انت عايز تنزل كمان لأجل أنه هو بيوعدك أنه ساعة الضرورة هو هيكت؟ يعني هو بيقولك كده، ده الراجل بيوعد عناصره. يا جماعة اختفوا. طيب أنت فين يا عم علي بطيخ؟ أنا في تركيا. طب والعناصر اللي هو بيتكلمها موجودة في مصر؟ هو ده بالظبط مشابه اللي عمله محمد البلتاجي في وقت رابعة العدوية. محمد البلتاجي هرب، ساب بنته. الله، يعني اي حد في الدنيا، اي حد في الدنيا بيفكر لا ده انا اهلي ولادي اخبيهم ورا ظهري واخد انا اي اذى، ده ساب بنته، ده ما جاش على باله انه يقول لبنته على فكره ده هيحصل كذا ان كان جات له معلومه ما. طب ما جاتلوش وتفاجئ، ما انت تشيل البت على كتفك وتجري، ده لو هي بتحفر بصابعها في الاسفلت كده عشان ما تتحركش ومصدقه ان اللي هي بتعمله ده عمل عظيم وثوري رائع، ما انت هتاخدها على ظهرك وتجري، ده انت سبت بنتك تتقتل يا راجل وانت هربت. فانت متخيله هذه القيادات ان كانوا قيادات، وحتى وصف القياده ده وصف جليل لا يصح انه يتقال على هذه الطغمه البائسه، بس واحد بيقول لهم يا جماعه احنا في تركيا وانتوا في مصر، شيل، وكمان لما يحصل حاجة اهربوا انتوا، لبسوا بقى الناس اللي ممكن تتظاهر ولا تصدقكم، وكمان ده احنا هنعمل عمل هيهز مصر كلها، وكمان اخواننا هنا في تركيا هيدعمونا لحد اخر نفس. انا كذاب وجاسوس، ده كلام علي بطيخ بيقول على نفسه ان هو كذاب وجاسوس، وبيتكلم على انه جبان وهو مش موجود، وبيقول لهم خليكم جبنة زينا وسلموا الناس، وكمان احنا يا جماعة ارهابيين وهنهز مصر وهنموت الناس وهنهد كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلص. فانت عايز ايه بقى من كلام ده؟ خلاص.